إلى الشأن الإيراني، حيث يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك الشهر المقبل، فيما تواصل طوكيو مساعيها للقيام بدور فاعل في المحادثات لنزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه أجرى محادثات بناءة مع عدد من المسؤولين اليابانيين بشأن مجموعة من القضايا، مضيفا أنه ناقش التوترات في منطقة الخليج بالإضافة إلى تأمين مكاسب الاتفاقية النووية متعددة الأطراف لعام 2015 للشعب الإيراني. سعيا من اليابان إلى لعب دور الوساطة لتخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، قالت وزارة الخارجية اليابانية إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعتزم الاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني أواخر شهر سبتمبر المقبل في مدينة نيويورك الأمريكية. يأتي هذا بعد لقاء جمع آبي بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مدينة يوكوهاما قرب العاصمة اليابانية طوكيو. بناء على محادثات المرشد الأعلى خامنائي وإرادة الرئيس روحاني، تود اليابان مواصلة الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. وفي مستهل الاجتماع، أكد ظريف أن بلاده لا تسعى إلى زيادة التوتر في منطقة الشرق الأوسط على خلفية الأزمة بين طهران وواشنطن حول الاتفاق النووي بين الطرفين عام 2015، مضيفا أن بلاده ترحب بالوساطة اليابانية ومحاولاتها للتخفيف من حدة التوتر في المنطقة. عندما التقى المرشد الأعلى خامنائي برئيس الوزراء آبي، قال خامنائي بوضوح إن تطوير الأسلحة النووية وامتلاكها يخالف الشريعة الإسلامية وأنه سيحظرها، كان هذا ملحوظا بشكل خاص. وتتصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعدما دفعت طهران بأنشطة تخصيب اليورانيوم إلى ما هو أبعد من المستوى المنصوص عليه في اتفاق عام 2015، ردا على إعادة فرض واشنطن العقوبات عليها.